أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا نعبد الله وحده لنعبد الله وحده
ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق الله العظيم.